الجانب الآخر من الرواية. إذن نرحب بضيفنا الكبير المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. منورنا. ربنا يخلي حضرتك. سيادة الوزير، هذه الوزارة بقت على قائمة اهتمامات المصريين شأنها شأن وزارة التعليم كده، يعني كل بيت مصري بيتكلم في التعليم ووزيره، كل بيت مصري سرعة النت التليفونات بيتكلم عن وزارة الاتصالات. لكن خليني أبدأ من اللحظة الأولى لفكرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أي حد ممكن نعتبر أن الصناعة دي على عكس السائد أن الصناعات الثقيلة أو الزراعة أو لا، دي الصناعات دي اللي الدول قامت بيها في نهضتها الحديث، إلى أي حد نقدر نقول كده وإحنا مطمئنين؟ هو حضرتك صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحقيقة على المستوى الدولي والعالمي أصبحت من الصناعات الهامة جدا في تحول الدول الصناعية الكبرى. يعني حضرتك الثورات الصناعية الكبرى كانت دائما بتعتمد على الصناعات الثقيلة وصناعات السيارات وخلافه. يعني لو بصينا لدولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، كان زمان يمكن أكبر صناعات عندها شركات عالمية كبيرة زي شركات السيارات وخلافه بدون ذكر أسماء. النهاردة أكبر الشركات العالمية المطروحة في البورصات العالمية اللي ليها قيمة هي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمثال جوجل ومايكروسوفت وسيسكو وجونيبر. الحقيقة جميع الشركات العاملة في اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت النهاردة بتحل محل الصناعات الثقيلة. مش تحل محلها يعني تماما، ولكن هي فيها لكن بتبقى أولوية أكبر وعائد أكبر. طفرت الثورة الصناعية الحديثة النهاردة بقت الطفرة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمان الحقيقة بتساهم مساهمة كبيرة جدا في الاقتصاد القومي على مستوى الدول العظمى والدول الكبرى. الدول العظمى والدول الكبرى الحقيقة بتعتمد بشكل أساسي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية، في التنمية الاجتماعية، في حتى التنمية البشرية. حضرتك ذكرت النهاردة ذكرت دلوقتي ان التربية والتعليم التعليم الحقيقة النهاردة بقى تعليم عن طريق الاتصالات، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات. ازاي؟ احنا النهاردة لو ادينا مثل لمصر، مصر فيها حوالي 23 مليون طالب في التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي فيه أكتر من 2.2 مليون طالب. كل سنة بيخش التعليم العادي أكتر من 2.2 من 10 مليون طالب. طيب احنا عندنا 55 ألف مدرسة. طب هل نقدر نستمر في مع زيادة الطلب على التعليم في توصيل التعليم بالشكل التقليدي، ولا لازم نطلع بشكل جديد في توصيل الخدمة التعليمية؟ ازاي نقدر نربط الطالب بالمدرس، وازاي نقدر بولي الامر، ويبقى في حوار مجتمعي عشان خاطر يبقى كلنا بنتجه الى التعليم الالكتروني؟ ازاي نقدر نربط التعليم في مصر بالتعليم في الدول الكبرى؟ ازاي نقدر يبقى الطالب المصري عنده القدرة على ان هو يخش على المكتبات العالمية، يخش على المراجع العالمية؟ البعض ممكن يتعامل مع ده لانه بدري شوية مع قياسا على مستوى التعليم في مصر وتدهوره، واسمح لي ان انا اقول ده طبعا يعني كرأي شخصي ليا، فمن الصعب بمكان انك نتكلم على تعليم بيحط الكمبيوتر في المخازن عشان خايف يستخدم، اصل عهدة، اصل ايه، انهم عاملين له الطفرة دي. لكن خلينا نتكلم طبعا عن علاقة الوزارة تحديدا عايزة تعمل ايه وتشغل ايه في التعليم. لكن مبدئيا المشهد كده، ويعني احنا حضرتك توليت الوزارة منذ شهور، المشهد من اللحظة الاولى نحن قادرون كمصر على انه صناعة تكنولوجيا المعلومات مبدئيا ناخدها، ثم ثانيا انها تعظم اقتصادنا. هل دي يعني حقيقة واردة ومؤكدة، ولا محل بحث ودراسة لسه؟ هذه حقيقة مؤكدة وواقع بنعيشه النهاردة. يعني الخطط احنا عندنا خطة استراتيجية، هذه الخطة الاستراتيجية موضوعة على مدار 3 سنوات. بدأنا هذه الخطة منذ تولي الوزارة حقيقة من 15/9.
2015 بدأنا في الخطط التنفيذية أو الخطوات التنفيذية لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية. خطة مبنية الحقيقة الخطة في 9/2015 ولا كانت موجودة أصلا؟ شوف يا فندم، لا الخطة وضعناها في 15/9/2015 حقيقة. إحنا وزملائنا في القطاعات يعني في الهيئات والأزرع الخاصة بالوزارة الحقيقة عكفنا على وضع خطة استراتيجية للوزارة، مش للوزارة بس، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكيف يمكن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكون فاعلا في النمو الاقتصادي. سيادة الوزير، بدون ما يبقى ده نوع من المقاطعه، هل معنى كده ان وزاره الاتصالات ما كانتش بتشتغل بخطه قبل توليك في سبتمبر الماضي؟ لا، كانت بتشتغل بخطه بس الخطط حضرتك لازم برضو تعرف ان قبل سبتمبر كان في بعض الحكومات دي كانت حكومات غير مستقره. الحقيقه الحكومات الغير مستقره، وده طبعا ليس عيبا على على احد، ولكن الحكومات المستقره الغير مستقره الحقيقه بيبقى عندها استراتيجيات، هذه الاستراتيجيات قصيره المدى. احنا لما حبينا نعمل استراتيجيه عملنا استراتيجية بعيدة المدى وتعتمد بالأساس على خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بس عارفين احنا بعد 3 سنوات هنوصل لإيه؟ يعني أحد خلينا نروح للمستوى، نرجع تاني فلاش باك على شأن السينما كده. طب إيه الهدف؟ إيه المستهدف؟ خليني أقول لحضرتك على ال3 سنوات، لأن احنا قلنا 3 سنوات، مثلا هناك المبادرة المهمة جدا الخاصة بصناعة الإلكترونيات، المبادرة مهمة جدا، وهي مبادرة تعتمد بشكل أساسي على صناعة مهمة جدا في العالم هي صناعة الإلكترونيات. قلنا إن خلال 3 سنوات سوف نضاعف حجم التصدير والمنتجات بتاعة الإلكترونيات من 1.5 مليار إلى 3 مليار دولار خلال 3 سنوات. هل ممكن نقدر نعمل الكلام ده؟ نقدر نعمل الكلام ده. هل في خطوات، هذه الخطوات تم اتخاذها عشان خاطر نقدر نوصل لهذه الخطة الاستراتيجية ولتحقيق هذه الأهداف؟ أيوة. خليني أقول لحضرتك ليه صناعة الإلكترونيات. صناعة الإلكترونيات في العالم بتمثل 2.5 تريليون دولار، تساوي 4 أضعاف صناعة الغاز والبترول، 4 أضعاف صناعة الغاز والبترول. يعمل في هذه الصناعة أو الدول الكبيرة اللي لها حجم كبير في هذه الصناعة 4 دول حضرتك، هي الصين، سنغافورة، ماليزيا، وتصور مين الرابع؟ فيتنام. فيتنام بتصدر من التكنولوجيا المعلومات بحوالي 68 مليار جنيه دولار كل سنة. طب هل احنا ممكن مصر بامكاناتها انها ممكن توضع على هذه الخريطه؟ ومش عايزين 60 مليار، عايزين نبدا ب 3 مليار ثم 3 يبقوا 10 ثم يبقوا 15 ثم يبقوا 20 ثم يبقوا 50 مليار، بس هي لازم يكون عندنا الخطه الاستراتيجيه اللي نبدا بيها. ده بدانا الخطه الحقيقه، خطه كانت يعني خطه هدفها الفلسفه بتاعتها ان احنا نبقى دوله مثلا دخل او مشاركه قطاع الاتصالات في الناتج القومي يساوي كذا في المية. أيوة. او ان انا اكون دوله الكترونيات، او ايه الفلسفه، ايه العنوان اللي يا جماعه احنا بعد 3 سنين مش فكره ان احنا هنعمل المليار يبقوا 3 وده شيء ممتاز طبعا، بس ده شيء تفصيلي، انما الهدف احنا رايحين ناحيه ايه؟ بنجري ناحيه ايه؟ شوف الهدف ان احنا نخلق مجتمع، هذا المجتمع قادر على ليس فقط الاستهلاك ولكن مجتمع فاعل في الانتاج. دي مهمة جدا. احنا النهاردة عندنا متطلبات كثيرة. السوق المصري سوق كبير، احنا بنستورد معظم الاجهزة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. معظم مش كل؟ معظمه لا مش كل، في حاجات بننتجها، في بعض الحاجات اللي بننتجها، الحاجات البسيطة جدا اللي بننتجها هنا. هل يعني حضرتك مثلا في شركات اللي هي بتعمل التلفزيونات، يعني حضرتك احنا عندنا شركات مهمة جدا في مصر الحقيقة بقالها لها باع طويل، زي شركة العربي مثلا الحقيقة بمجهود كبير صحيح. جدا بيعمل وله وزن أنجح كبير، أفضل وبالمناسبة وأنبل من يعمل في مصر. عشان كده الحقيقه احنا دائما نذكره بان هو واحد من اهم المصنعين في مجال التكنولوجيا او في مجال الالكترونيات. ده المفهوم الصناعي اللي هو فكره انتاج التلفزيونات، انتاج اجهزه الكترونيه، انتاج ده اللي حضرتك عايز تنقله من 1.5 مليار ل 3 مليار. ل 3 مليار.
ل 3 مليار خلال الثلاث سنوات اللي جايين. بس 3 مليار ده مش هو ده هيسد كل احتياجاتك، وده مش هو ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ان ال 3 مليار دي يبقى فيه جزء كبير منهم للتصدير. يعني احنا واحنا بنتعاون النهارده مع بعض الشركات او بعض المؤسسات اللي احنا ابتدينا نتكلم معاهم في تصنيع الالكترونيات، ابتدينا نتكلم في ايه؟ نتكلم في مصر مش كسوق بس، كسوق وفي مصر كقاعده للتصدير لاماكن اخرى. حضرتك كنت بتتكلم عن افريقيا. احنا عندنا اتفاقيه تجاره مع افريقيا اسمها اتفاقيه الكوميسا. صحيح. طب هل نحن نستفيد من هذه الاتفاقيه ولا لا نستفيد بالقدر الكافي؟ القدر لا نستفيد بالقدر الكافي. فيجب ان احنا نستفيد بالاتفاقيات الخاصه بالكوميسا. ده ميزه نوعيه لمصر، دي نمره واحد. نمره اتنين، عندنا اتفاقيه تجاره حره مع الايو او الدول الاوروبيه. هل بنستفيد بيها بشكل كبير؟ لا، الدول الاوروبيه يمكن بتستفيد اكثر منا بكثير في هذه الاتفاقيه. عندنا اتفاقيه اسمها الجافتا، ودي اتفاقيات تجاريه تساعدنا على تصدير وعلى استخدام مصر كقاعده للتصدير. امال ايه اللي ناقصنا؟ احنا ناقصنا الإرادة والفلسفة بتاعت إزاي نكون عندنا الاستراتيجية. الاستراتيجية تم تحديدها، الإرادة بقت موجودة، ابتدينا نشكل انتجريتد أو حاجة مجمعة من إزاي هنقدر نبحث هذه الاستراتيجية وإزاي نقدر نحقق هذه الاستراتيجية. خلينا نروح للتفاصيل شوية يا سيادة الوزير. نبدأ مثلا بفكرة الجيل الرابع. اتفضل. ويعني خليني اقول هو ايه الجيل الرابع اصلا؟ نسمع عنه كثيرا. طب هو حضرتك خدمات الاتصالات في العالم الحقيقه بتمر بمراحل من التقنيه. مرت الاول بمرحله زي اللي هي مرحله الجيل الثاني اللي هو ال 2G او اللي هو زي المكالمات التليفونيه على فريكونسيز او على ترددات، هذه الترددات ترددات محدده. بعد كده انتقلنا للجيل الثالث عشان خاطر ودي تكنولوجيا جديده، عشان خاطر برضو بترددات مختلفه، عشان خاطر تنقل خدمات مختلفة. يعني الجيل الثالث ده اللي سمح فيه دلوقتي اللي سمح بان ان يبقى فيه انتقال للمعلومات، الداتا زي الاس ام اس وزي الواتساب و بعد كده في اللي هو الجيل الرابع. الجيل الرابع حقيقة برضو على ترددات جديدة، بيخدم بيعمل خدمات، هذه الخدمات خدمات أكبر وخدمات مختلفة، وكمان بيدي كفرج أو تغطية أكبر. فالخدمات الناس المواطن او المستخدم هيحس الحقيقه بفرق كبير جدا في تقديم الخدمه. مش في الجيل الخامس دلوقتي؟ الجيل الخامس هيبقى على 2020. احنا بس لازم اقول لحضرتك ان الجيل الرابع احنا تاخرنا فيه جدا. احنا من 157 دوله، هناك 6 دول في ال 157 دوله ما عندهمش الجيل الرابع، مصر واحده منهم. مش ده شيء برضه مزعج شويه؟ المزعج اننا ما نبداش. لكن ما حدث قد حدث. وزي ما قلت لحضرتك ان كان هناك فتره، هذه الفتره ما كانش فيها. هنستفيد منها ايه الجيل الرابع اقتصاديا، او ممكن المواطن المصري يعود عليه ازاي، او الدوله المصريه تكسب منها ايه؟ حضرتك في حاجتين مهمين قوي. اولا المواطن هو محور اهتمام الدوله ومحور اهتمام مقدم الخدمه. خلي بال حضرتك، صحيح، التكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي عباره عن اداه لتقديم خدمات، هذه الخدمات تسهل على المواطن اعماله كلها، من اول الحكومه الذكيه الى اننا ازاي يعني نسهل على المواطن كافه الخدمات. الجيل الرابع الحقيقه هيسهل على المواطن تقديم خدمات كثيره جدا. مثلا خدمات زي الفيديو كونفرنس. طب هو الفيديو كونفرنس ده خدمه مهمه؟ خدمه مهمه للتلي ميديسن مثلا. لو عندنا اماكن نائيه بعيده، هذه الاماكن بتحتاج لعلاج عن بعد. طيب هو العلاج عن بعد ده بيحتاج سرعات عاليه ولا ما بيحتاجش؟ بتحتاج سرعات عاليه. طب ممكن ان احنا نستخدم الجيل الرابع؟ طيب التغطيه للشبكات، حضرتك الشبكات بتقع وبتقف، التغطيه للشبكات هتبقى تغطيه افضل بكثير. يعني ان الشبكه تقع او ان الخط يعني يقف او او الخط يقف والشبكه تقع، دي هتقل وسرعه النت البطيئه جدا. ده الجيل الرابع هيحل الجيل الرابع ده بالنسبه للموبايل انترنت. لان خطواتنا في الجيل الرابع ايه؟ احنا النهارده طبعا تم الموافقه من مجلس الوزراء على
طرح الرخص بتاعة الجيل الرابع بالمحددات والمواصفات اللي عرضت على مجلس الوزراء. النهاردة في المناقشات بدأت مع الأربع شركات العاملة في قطاع الاتصالات، سواء ثلاث شركات محمول أو الشركة المصرية للاتصالات، علشان خاطر تقديم الجيل الرابع. بعتنا نستفسر من الأربع شركات على أنهم مدى إمكانية أو مدى احتياجهم للجيل الرابع، فردوا الأربع شركات الحقيقة بالإيجاب أنهم مستعدين لتقديم الجيل الرابع وعايزين يخشوا في الجيل الرابع. أنت اللي بتمد كوزارة بتمدهم بالخدمة دي؟ الوزارة بتحدد، أو مش الوزارة بقى، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيحدد المحددات والمحاور الخاصة الخاصة بالجيل الرابع وعوائد والرخص وخلافه والعوائد على الدولة. العوائد على الدولة الحقيقة بتنقسم لأكثر من حاجة. العوائد هي عبارة عن إخلاء للترددات، لأن الجيل الرابع بيحتاج لترددات كثيرة، فهناك الإخلاء بتاع الترددات، وهناك القيمة الخاصة بقيمة الترخيص الخاص بالجيل الرابع، وقيمة الخدمات المضافة اللي هتبقى موجودة على الجيل الرابع. كويس، نروح بمناسبة الدولة والشركة الرابعة. أيوة فندم. إيه الإصرار على إنه يبقى الشركة المصرية للاتصالات تاخد هي الامتياز المحمول للشركة الرابعة اللي تشتغل في المحمول، رغم انها شريك كبير ب 45% في فودافون، مليار وشوية عائد سنوي، رغم انها تقريبا محتكرة خدمة الثابت؟ المشهد ده هل معناه دولة بتدور على ربح يضاف الى شركتها؟ طب وهو في ضمانات مع سوق فيه 97 مليون مشترك تقريبا، 94 مليون، انه شركه رابعه تتحملها الدوله، تدخل بهذه المغامره الدوله بمالها وفلوسها، احنا حمل المغامره دي؟ طب خليني ابدا حضرتك الاجابه بحاجه مهمه. احنا كنا في هونج كونج من حوالي اسبوعين او من 10 ايام، كنا في رحله للصين وهونج كونج. هونج كونج بلد فيها 7 مليون مواطن، فيها اربع شركات بيقدموا خدمات المحمول. البنتريشن او عدد مستخدمي المحمول 230%، يعني كل واحد عنده تليفونين وثلاثة من عشرة. احنا 107 بيستخدموا لا احنا اقل من 100%. ال 107 ال 107% دي كانت بالخطوط اللي هي مجهولة الهوية. الحقيقه احنا في الفتره اللي فاتت دي اشتغلنا على الخطوط اللي هي مجهوله البيانات، مجهوله البيانات. فابتدينا ان احنا ايه نقلل هذه الخطوط، وعلى فكره لما قللنا الخطوط دي الشركات بقت يعني عادت عليها بربح اكبر. ليه؟ لان الخطوط دي كانت محجوزه، وكانت الحقيقه بتستهلك الكثير من الخدمات في هذه الشركات من غير ما تدي عائد، اللي هي الخطوط المجهوله المصدر، وكانت بتؤثر طبعا على الامن بشكل عام، لان دي خطوط مش معروف هي. احنا عندنا 95 مليون اشتراك، 94 مليون، لا لا لا، واحنا اساسا 90 مليون، لا احنا عندنا اقل من كده، اقل من 90 مليون، عندنا اقل من 90 مليون النهارده. لما الوزاره تحدث بقى الارقام، لان الارقام اللي جات لنا 94، لما نزلنا العدد، هو الوزاره بعت الارقام من غير الاعداد اللي هي اللي عاملينها تحديث، يعني حضرتك احنا كل يوم بننزل اعداد الارقام. لكن لما تيجي تشوف حضرتك بقى، طب هل السوق، هل احنا في اصرار على ان يبقى، يعني بتقول لي مثلا هونج كونج 7 مليون فيها 230% واربع مشغلين، واربع مشغلين، فليه ما كنتش احنا كده؟ خليني اقول لحضرتك، اصل الارجمنت دي او النقاش ده نقاش مهم، لان لا يوجد اصرار على احد ياخذ ترخيص او ياخذ حاجه. حضرتك النهارده دلوقتي ذكرت ان الشركه المصريه تقريبا محتكره للخدمات الارضيه، وشركات المحمول محتكره للخدمات بتاع، احنا اللي احنا عايزين نعمله هو تنظيم. التنظيم، لا تحتكر الشركة المصرية للاتصالات الخطوط الأرضية، فهتقدم للشركات الثلاثة المحمول حاجة اسمها الفيرشوال فيكسد، فهم هيروحوا للشركة المصرية للاتصالات ياخدوا منها فيرشوال فيكسد، والشركة المصرية للاتصالات تاخد منهم حاجة اسمها اللوكال الرومينج، ولا الرومينج بتاعهم عشان خاطر ريجنال رومينج، عشان خاطر ياخدوا منهم خدمات المحمول. فاحنا بقى في اتفاق ما بين الشركات على ان كل الخدمات المقدمه تبقى مقدمه من كافه الشركات. شركات ولا ده جهاز تنظيم الاتصالات قرره؟ جهاز تنظيم الاتصالات قرره، يعني مش هيبقى
الشركه المصريه هي بس اللي شغاله الثابت عليها يا فندم، انها تدي الثابت الفيرتشوال ثابت للشركات اللي عامله في المحمول، وشركات المحمول تديها حاجه اسمها لوكال رومنج عشان خاطر يقدروا يشتغلوا على الموبايل. وده يشمل البنيه التحتيه، الكابلات والتوصيلات، واللي برضه الكابلات والتوصيلات. الكابلات والتوصيلات هي خدمات ارضيه. الخدمات الارضيه دي فيها الجزء بتاع الترانسميشن اللي هو جزء بتاع نقل المعلومات. الجزء بتاع الترانسميشن ده هتبقى فيه فرصه بقى، لان هيبقى فيه علاقات تجاريه. حضرتك هتديني الناشونال رومنج بكذا، انا هديك التراسل بكذا، هتديني الفيكسد بكذا، هديك. فيبقى ايه؟ يبقى احنا ابتدينا نوحد الخدمات على مستوى الشركات كلها. ده هيفيد ايه؟ يفيد اولا المستخدم والمواطن، ان يقدر يروح لمكان واحد ياخد منه كل الخدمات اللي هو عاوزها. ياخد خدمة المحمول، ياخد خدمة الارضي، ياخد اي خدمات هو عاوزها يقدر ياخدها من شركة واحدة. لما ينتقل من شركة ما تعجبوش شركة، ينتقل من شركة الى شركة، يبقى يقدر ينتقل منها بسهولة. ما يبقاش في التصرفات اللي يقول والله انا القيمة بتاعت الإيجار بتاعتي تبقى بكذا وخلاص. لا، ده بقى فيه علاقات تجارية هتحتم على جميع الأطراف إنهم يتفاهموا مع بعضهم البعض. كمان فيها يبقى فيه عوائد استثمارية على للأربع شركات مع في التعاملات مع المواطنين، لأنهم هيقدموا خدمات، هذه الخدمات هتبقى خدمات جديدة وبشكل أسرع. فالحقيقة هي العملية مش عملية إصرار ولكن عملية تنظيم. بالمعنى انه مسار اتصالات راح للتليفون الرابع، راح للشركة، هم تقدموا وما نقدرش نقول لغاية هتتنازل عن 45% لما نقدر من ملكية فودافون. هي علاقات تجارية هنشوف، يعني هي تشوف بقى، لان خلي بال حضرتك ان الشركة المصرية للاتصالات هي شركة مطروحة في البورصة. وانا ما اقدرش، انا راجل يعني انا الوزير اتحدث عن سياسات. فالكلام عنها او هي تطرح ايه قد يؤثر على اسهمها في البورصة. فالحقيقة ما احبش ان انا اتكلم. هو الوزارة طرحت مناقصة دخلت فيها شركة مصرية للاتصالات مع منافسين وكسبت الطرح ده، ولا أمر مباشر لها؟ حضرتك مفيش أمر مباشر. هو في رخصة جديدة للجيل الرابع. كويس. الرخصة مطروحة للشركات العاملة في الاتصالات في مصر اللي هم الأربعة. إذا تخلفت شركة عن أنها تأخذ الجيل الرابع سوف ندعو شركات عالمية انها تقدر تخش، وان احنا نعمل مزايدة للرخصة اللي هتبقى فضلة او الرخصتين اللي هيبقوا فضلين. بس هي مطروحة للناس اللي موجودين. لان الناس اللي موجودين عملوا استثمارات بشكل كبير موجودين في السوق. فاحنا بنديهم فرصة افضل لانهم يتنافسوا على الرخصة الرابعة او على رخصة الفورجي. بعد الفاصل اكمل مع سيادة الوزير المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. احنا هنا في النوبة كنا محتاجين ان احنا نطور من نفسينا. لما سمعنا بمشروع التنمية التكنولوجية المتكاملة هنا في النوبة ما كناش متوقعين ان احنا هناخد النتيجة دي. وزارة الاتصالات وفرت لنا مدربين على اعلى مستوى، قدروا في خلال فترة بسيطة خالص ان هم يكونوا لنا كوادر. حسينا بثقة كبيرة جدا لما وزارة زي وزارة الاتصالات نشتغل معاها ونخطط معاها وننسق معاهم ونعمل الاستبيانات ونشوف الناس احتياجاتها. قدرنا ان احنا نوفر خدمات كتير في المدينه وفي القرى. تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات جزء مهم جدا من حياتنا. قدرنا ان احنا نحقق هدفين، اولا نمحو اميه القراءه والكتابه للمجموعه اللي بتتعلم في محو الاميه، كمان قدرنا نمحو اميتهم في الحاسب الالي. مع المشروع ده حسينا ان احنا ممكن الجميع تعمل تنميه وتغير الخريطه بتاعت المكان. إذن أجدد الترحيب بسيادة الوزير ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأظن أنه لما تروح تكنولوجيا المعلومات النوبة في دور بيحصل، هل النوبة بس ولا في أماكن أخرى بالمشروعات دي قائمة بوزارة الاتصالات فيها؟ الحقيقة المشروعات المجتمعية والتنموية في وزارة الاتصالات على مستوى المحافظات كلها. وهناك اهتمام كبير جدا في بالمحافظات الحدودية. الحقيقة العدالة في التنمية
يلحقها هو دور كبير جدا جدا ومهم جدا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. العدالة في التنمية ان احنا يكون نفس الخدمات المقدمة في القاهرة وفي المحافظات محافظات الدلتا تبقى موجودة في المحافظات الحدودية. حقيقة المحافظات الحدودية فيها الكثير من الريسورسز بتاعتنا او المواطنين. المواطنين دول متعطشين للتكنولوجيا ومتعطشين الحقيقة لفرص للإنتاج. حضرتك شفت النهاردة يعني يمكن هو خير حديث بدل ما احنا نتكلم عن أنفسنا أن يتحدث عنا أهلنا وأقربائنا اللي موجودين في المحافظات زي في النوبة المرأة المعيلة. أنا عايز بس أقول لحضرتك المرأة المعيلة. المهم أن احنا مش نمحو أمية الناس بس ومش مهم أن احنا نستخدم التكنولوجيا، لكن التكنولوجيا إزاي تساعدهم في أنهم يقدروا يحصلوا على دخل. يعني هناك بعض الفتيات اللي بيعملوا بعض المشروعات الخاصة بالسجاد مثلا في أماكن، إزاي يقدروا يعرضوا هذه المنتجات على السجاد والحاجات اليدوية، يعرضوا هذه المنتجات على الإنترنت ويبدأوا يتواصلوا عشان خاطر يبيعوها، إزاي إنتاجهم ده يصل إلى بعض الأماكن الأخرى وإزاي يقدروا أنهم ممكن يصل إلى أوروبا والأمريكا ويبقى حاجة ما حصلتش. إحنا يا فندم بنعمل كده، يعني بنعمل بورتال دلوقتي علشان خاطر نقدر ان احنا كل المنتجات يقدر يبقى في حاجة اسمها الاي كوميرس او التجارة الالكترونية ونقدر ان احنا نعرض كل المنتجات. احنا عندنا بعض المناطق السياحية اللي في الاقصر واسوان. احنا نوصل على موضوع التشريعات لان يبدو ان التشريعات مسألة مكملة وحتى الان يعني لم تبدو وكانها متعاونة. لكن خليني اروح بمناسبة النوبة والبشر، فكرة التعامل مع التكنولوجيا في مصر من قبل المواطن، يعني احنا ممكن يبقى عندنا تكنولوجيا متقدمة لكن المواطن مش مؤهل ولا مش مدرب عليها ومتعامل معاها، فنحول مثلا النت الى ساحة للتصارع وللخناقات، نستخدم مواقع ارهاب وتطرف، يعني ازاي نرشد فكرة التكنولوجيا للتقدم مش التكنولوجيا لترسيخ التخلف. هل في ذهن وزارة الاتصالات او الحكومة تعامل في هذا المفهوم؟ احنا يا فندم عندنا انطباع بان المواطن غير قادر على التعامل مع التكنولوجيا، والانطباع ده انطباع الحقيقة غير صحيح. المواطن والمواطن البسيط، المعاشات، تكافل وكرامة، هي حاجات كتير قوي من الخدمات المواطن بيتفاعل فيها مع التكنولوجيا وبيتعامل بشكل سهل جدا جدا مع التكنولوجيا. اما بالنسبه لزي المواطن، لكن الموظف انت مطمئن يا سياده الوزير لما نقول ان الموظف المصري في قطاع ما من قطاع الخدمات اللي بنروح لها كل يوم فيقول لك الكمبيوتر عطلان اصل مش عارف ايه، الاداء بتاع الجهاز الاداري في الدوله متحمس للتكنولوجيا ومطوع ولها يعني، ولا المواطن صح في السلع في موضوع الخبز في موضوع البنزين في لا في درجة نجاح لا يمكن يعني انكارها، لكن الجهاز الإداري للدولة مهيئ لده؟ الجهاز الإداري للدولة يجب ان احنا نعمل استثمارات في تدريب الموظفين. يعني حضرتك يمكن شاهدت التحول الكبير جدا في مكاتب البريد من مكاتب عاديه الى مكاتب خدمات. طب لما احنا نميكن كل مكاتب البريد ما يبقاش في ورق ولا تعامل بورق، طب هل الموظفين موظفي البريد قادرين على التعامل في هذا ولا لا؟ احنا بندخلهم في دورات تدريبيه، هذه الدورات التدريبيه بتؤهلهم للتعامل مع الميكنة والتعامل مع التكنولوجيا والتعامل مع المواطن. وبقى حضرتك يعني تفاجأ بأن هناك تفاعل كبير جدا جدا من زملائنا مثلا اللي موجودين في البريد، والحقيقة بيتخطوا المعدلات الطبيعية في التعلم وفي استيعاب التكنولوجيا. فالنهاردة احنا بنشوف تجربة يعني دي هنا 6000 ولا كام مكتب بريد في مصر؟ 3966. 3000. طيب ال 3000 دول التجربه دي عممت ولا لسه مراحل؟ التجربه على مراحل. احنا النهارده بنعمل 420 اللي احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي. 420 مكتب على مستوى الجمهوريه والمكاتب الكبيره اللي بتختص بالتعامل مع اعداد كبيره جدا من المواطنين. ثم هنبدا المرحله الثانيه عشان خاطر المكاتب الاصغر ثم الاصغر لغايه لما يعمم هذا النظام. بدأناها وبعدين دربنا
ولا دربنا وبعدين بدأناها؟ يعني انا عايز برضو ارجع للجهاز الاداري للدولة. تجربة البريدي تجربة اهي يعني مثال حي نقدر نتكلم فيه على انه جهازنا الاداري الضخم ده 6 مليون نقدر نوظفهم بطريقة تكنولوجية. ففي البريد الى اي درجة حضرتك يعني سعيد بفكرة انه استوعبوا يمكن اسرع مما كنت متوقع؟ اتدربوا امتى؟ قبل ما يبدأوا ولا مع البداية ولا ايه بالظبط التجربة حصلت؟ اتدربوا على مراحل. اتدربوا قبل التجديد لان كان في الميكنة بتحصل قبل تجديد المكتب. المكتب او المكان بتاع اللي بتؤدى فيه الخدمة ده مكان الحقيقة كان زمان مكان غير لائق بالتعامل مع المواطن. النهاردة المواطن بيقدر يروح مكاتب الخدمات البريدية بيتعامل فيها زي اي بنك دولي، يخش ويبقى التعامل بطريقة مختلفة خالص. كم متعامل مع مكاتب البريد في مصر؟ احنا ممكن اقول لحضرتك على شوية احصائيات كده ارجوك. يعني احنا عندنا 22 مليون حساب للبريد. البريد الفلوس اللي عنده الودائع بتاعته 167 مليار جنيه. احنا بنتعامل مع 6.5 مليون مواطن للمعاشات، مع 1.5 مليون مواطن لتكافل وكرامة. الحقيقة اعداد بنك الفقراء اعداد ده مش كده وبس يا فندم. احنا دلوقتي بقينا ايه؟ ما بقاش كده، ده بقى عندنا كمان الخدمات اللي هو سميناها الشمول المالي. احنا بنقدم خدمات اكبر من الخدمات البريديه. يعني كانت هناك الخدمات البريديه التقليديه اللي ابتدت تراجعت بشكل كبير جدا، بس لسه ما فيش في بعض الخدمات زي خدمات الطرود مثلا لم تتراجع. طب خدمات الطرود دي كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنعملها كده بشكل ويوزنوه في الميزان اللي حضرتك بقى النهارده بقى الميزان ليه باركود. حضرتك بتحط الدوله يديلك الرقم الثمن بتاعها قد ايه، يتراجع المتعامل او المواطن ياخد ايصال بيها وياخد باركود عشان خاطر يقدر يتابع الشحنه بتاعته وصلت امتى ووصلت فين بالظبط. البريد قدم مثلا خدمات كبيره جدا في المشروع الكبير المشروع القومي الخاص بالاسكان الاجتماعي. صحيح، بس شفت التكدس برضه وصلنا مكاتب البريد وازحام شديد. اول يومين يا فندم خليني اقول لحضرتك ليه اول يومين. اول يومين لان الكالتشر او الثقافه ان الدنيا الحاجه هتخلص. فاول يومين كان في تكدس، لكن لما عرفوا ان الاستمارات موزعه على مكاتب كثيره بعد اليومين دول بصينا لقينا ان في الاعداد ابتدت تبقى اعداد معقوله موزعه على كل مكتب الحقيقه بشكل كبير. وحتى في اول يومين قدرنا نتعامل معاهم ونستوعب هذا العدد بشكل الحقيقه محترم جدا. بعنا حوالي 540 الف كراسه. يا خليني اقول لحضرتك بقى ايه الاحتياجات للدرجه دي. والكلام يا فندم الكلام غير اولا المشروع 540 الف كراسه اسكان اجتماعي. هذا المشروع يا فندم مشروع تحولي، مشروع قومي كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لان هذا المشروع بالحقيقه بيخاطب الفئات اللي هي فئه الشباب اللي هم مقبلين على الزواج او فئه الشباب المحتاجين للسكن. والحقيقه دي يعني هي الكراسه بطبيعه الحال لكن غير التقديم. التقديم بقى يعني غير دلوقتي 60,000 اللي قدموا وال 500,000 اللي سحب. يعني انما دفعوا قصدك اللي دفعوا في حضرتك الكراسه بقى معموله بشكل غير مسبوق. ما انا هحكي لحضرتك حاجات جميله جدا. اتفضل. الكراسه معموله ازاي؟ معموله باركود. حضرتك بمجرد ما تاخد الكراسه معموله كمان بختم عشان خاطر ما فيش حد يصور الكراسه. كويس. يعني كل واحد يشتري الكراسه دي جديه. يشتري الكراسه يقوم يقدم برقم الكراسه عشان خاطر يدفع الفلوس. اول ما بياخد الكراسه ويدفع الفلوس بنبعت له الاس ام اس على تليفونه المحمول يقول له والله انت الكراسه انت دفعت الرقم الفلاني في الحساب الفلاني ورايح البنك وراح البنك وده الرقم بتاعك اللي تقدر تتابع بيه الوحده بتاعتك هتستلمها امتى. كان في الوحدات تسلم بعد يعني بشكل سريع وفي وحدات تسلم بعد سنه او سنتين. ففي الوان لون ازرق ولون احمر عشان خاطر الكراسات ازاي تسلم. الحقيقه يا جماعه التكنولوجيا المعلومات اللي بنتكلم عنها باعتبارها تخلق تنميه، اللي هو ده بالظبط النموذج يعني. رساله منظمه وازاي وسريعه ومفهومه وواضحه وعادله لانها تطبق على الجميع ونسبه التلاعب فيها صفر علشان توفر العداله حقيقيه. وبقى حضرتك بقى حضرتك ازاي بقى ايه تقدر تتابع الطلب بتاعك؟ يعني حضرتك مش هتروح لموظف يقول لك ايه فوت عليها بكره.
لا ده الطلب موجود برقم بباركود. حضرتك تخش تروح في مكان على الانترنت تخش تقدر تجيب الطلب ده وصل لغايه فين، التسليم امتى. الحقيقه حاجات اللي اتعمل في الاسكان الاجتماعي نموذج، هذا النموذج نموذج مهم جدا، الحقيقه هنطبقه في نماذج اخرى. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ازاي هنقدر نطبقه في نماذج اخرى. بمناسبه النماذج الاخرى، عندنا نموذج مهم حضرتك، رحله اخيره الى الصين. خلينا اعرف انت كنت مسافر ليه يا فندم الاول؟ والله بص حضرتك على حاجه، في اطار الاستراتيجيه المهمه الخاصه بصناعه تكنولوجيا المعلومات او بصناعه الالكترونيات، الحقيقه كان جزء منها كبير جدا بيعتمد على بعض الدول. زي ما قلت لحضرتك في اربع دول كبرى هي اللي بتتحكم تقريبا في صناعه الفكرت ان منها فيتنام، بس عشان اللي منها فيتنام يعني فيتنام ماليزيا فيتنام ماليزيا سنغافور الصين. الصين هي أكبر دولة الحقيقة في تصنيع الإلكترونيات. الصين بلد كبيرة لها الحقيقة باع طويل جدا في تصنيع الإلكترونيات، كانت هي القبلة الأولى بالنسبة لنا عشان خاطر نقدر إن احنا نروح نتفاهم مع بعض، نتفاهم على المستوى الأول السياسي مع بعض المصنعين علشان خاطر ييجوا يتعاونوا معنا في التصنيع في مصر. ليه يتعاونوا معنا في التصنيع في مصر؟ يعني ايه الكومبيلينج ايفنتس؟ ليه القيمه المضافه او الميزه التنافسيه او الميزه النوعيه لمصر عشان خاطر يجوا الصينيين يتعاملوا مع او يتعاونوا معنا؟ اولا احنا عندنا سوق كبير جدا جدا في مصر، سوق مستخدم للتكنولوجيا المعلومات، دي نمره التكنولوجيا الالكترونيه. المستثمر الاول عندنا في مصر مين؟ المستثمر المليار ونص اللي بيصدرهم احنا عندنا كتير، عندنا الشركة صيني واجنبي، مصري صيني احنا عندنا صيني وعندنا كوري وعندنا مصري وعندنا حاجات كتير. احنا عندنا شركات كبيره ما جدا، ما في حد متصدر اكتر يعني. لا ما فيش حد متصدر اكتر، بس الحقيقه كلنا احنا يهمنا كمان الدايفرسيتي او يهمنا ان عددنا يبقى عدد اكبر والمصنعين والمصدرين يكونوا مصدرين بشكل اكبر. الحقيقه الرحله دي كانت رحله مهمه، ما كانتش رحله بس للتعارف او للتعرف على امكانيه ان احنا الشراكه ما بين مصر والصين في صناعه الالكترونيات، ولكن كانت رحله معده بشكل جيد جدا، رجعنا منها بنتائج. هذه النتائج مهمه جدا جدا في عمليات التصنيع. زي ما قلت لحضرتك الميزه النوعيه لمصر، بس في القصه الاهم يبدو قصه مدينه السمك اللي حضرتك بتقول انها نموذج نقدر نشتغل عليه. دي مدينه مهمه قوي، مدينه اسمها تشينزن او تشينجن كما يقال عليها في الصين. هذه المدينه من 30 سنه كانت مدينه تعتمد فقط على صيد الاسماك، وكانت مدينه من المدن الحقيقه او من المحافظات التي الغير غنيه في الصين من 30 سنه الحقيقه. وكان من 25 سنه كان في شركه كبيره جدا صيني كانت بتروح هونج كونج عشان خاطر تاخد المنتجات من هونج كونج وتحط عليها اسمها وتصدرها. المدينه دي خلال 25 سنه اصبحت اكبر مدينه في العالم في صناعه الالكترونيات. المدينه دي هي مدينه تشينزن. كيف فعلوها بقى؟ تشينجن فعلوها ازاي؟ اولا كان هناك خطه محكمة وخطة استراتيجية للدولة لتنمية المدن، مدن مختلفة في الصين بصناعات مختلفة، ودي يعني اللي وقع عليها اختيار في صناعة الالكترونيات. في صناعة الالكترونيات يعني مثلا نينجن المحافظة، محافظة نينجن محافظ نينجن السيدة كانت موجودة معاها النهاردة، دي مركزين في صناعة مختلفة خالص اللي هي الداتا سنتر اللي هي بنوك المعلومات. دي مكان تاني خالص في الصين عشان خاطر بنوك المعلومات والبيانات والتجارة الإلكترونية. ازاي؟ فدي مدينه شانغهاي في حاجه جديده، في حاجه تانية في التجاره. احنا ما نعرفش نعمل كده، بس يعني احنا خلينا نعمل كده. احنا بنعمل يا فندم. اول درس انه الدوله وضعت خطه، حضرتك بتقول ازاي في 30 سنه تحولت. اول حاجه الخطه الاراده التنفيذ الحوافز الاستمراريه في التنفيذ، الاصرار على النجاح في عمل 25 سنه نجاح. 25 سنه هل ما حدث في 25 سنه نقدر ان احنا نبني عليه ونعمله في اقل من كده؟ نقدر ان احنا نبني طبعا. طب خليه قبل ما نقول ده نعرف
رجعنا من الصين بإيه؟ رجعنا من الصين بأولا الزيارة كانت زيارة على المستوى السياسي، فكان هناك لقاءات، بعض اللقاءات مع الكاونتر بارت أو الوزير الصيني، واتفقنا اتفاقيات على بشكل كبير جدا، واتفاقية تعاون مشترك في محاور مختلفة. اتكلمنا مع بنك التنمية الصيني علشان خاطر ازاي يقدر ان هو يوفر بعض البادجتس او بعض الاموال لبعض العمليات المهمة. احنا روحنا فاتح معانا ملفات بمشروعات عايزين يمولوها او يقوموا بيها، ولا روحنا بنقول لهم احنا يعني مرحبين بيكو كأرض مصرية تستثمروا فيها؟ أفندم الجزء الثاني مرحبين بيكم كأرض مصرية، ده حضرتك أنا جاي من شركات عالمية. لا، نحن نذهب إلى المكان بفايل، الفايل ده بيقول عليه إيه أو ملف، هذا الملف، هذه هي المشروعات، وهذا وهذه هي سبل التعاون واطر التعاون بيننا وبينكم. ده الملف بتاعنا اللي رحنا بيه. ده الملف بتاعنا اللي رحنا بيه. ابتداء بالشركات اللي كنت بتشتغل فيها العالم. وكان ملفا واضحا، فيعني ايه؟ الملف ده كان مشروع هنا وهنا وهنا. مشروع في كذا وفي كذا وفي كذا. مثلا مع الحكومة اتكلمنا في موضوع الأمن السبراني، وازاي نقدر نتعاون مع بعض في الأمن السبراني. بخطط، هذه الخطط خطط واضحة موضوعة قبل أن نذهب. ما رحناش حضرتك، احنا رحنا مضينا لسه عندنا مشكله في التشريعات ونقدم مشروع الامن السبراني كده واحنا مطمئنين. طبعا يا فندم. طيب طبعا يا فندم، وما عندنا هنتكلم في التشريعات بعد شويه. وعندنا ما عندناش مشكله في التشريعات، عندنا تشريعات بنتفق على ازاي التشريعات دي هتصدر، لكن ما فيش مشكله يا فندم. انا اللي انا اقدر اقول لحضرتك الاراده، كان مشكله في الاصدار والتوقيت، لكن خلينا احنا رحنا الصين بمشروعات في ايدينا، رحنا الصين، رجعنا من الصين بموافقات مبدئيه بملامح تحمس ولا لا؟ رجعنا من الصين بثلاث خطوط انتاج، يعني رجعنا من الصين باتفاقات واضحه، يعني باتفاقات واضحه صريحه ما بين شركه اسمها شركه ميجن، ودي من اكبر الشركات المصنعه في الصين، يعني وشركه مصريه، وهيعملوا ثلاث خطوط انتاج في المنطقه التكنولوجيه في برج العرب. المنطقه المصريه اللي هي ايه؟ شركه مصريه اسمها سيكو. الحقيقه يعني مستثمر مصري مهم، رجل جاد، متحمس، نفس نسبه تحمسنا. قلت اسم الشركه الصينيه، فكان واجب ان نقول اسم الشركه المصريه برضه. بص هو حضرتك يعني انا متشكر جدا حضرتك سمحت لي بان انا اقول الاسم المستثمر المصري، لانه راجل عنده حماس يضاهي حماسنا جميعا. ودور الدوله هنا انا ميسر بين الطرف الصيني والطرف المصري. دور الدولة أولا توفير المكان المناسب اللي هو المناطق التكنولوجية، لأن استراتيجية الدولة استراتيجية متكاملة. كويس. التصنيع، تنمية الأفكار، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات العالمية، تصنيع الإلكترونيات، توفير فرص العمل، المناطق التكنولوجية. ممتاز. يعني بس هنا بين الطرف القطاع الخاص الصيني والقطاع الخاص المصري، الدولة هنا غير التسهيلات والحاجات اللي بنتكلم عنها في عقد الاتفاق، هي ضامن مثلا؟ هي لا يا فندم، الدولة هي فاسيليتيتور. الدولة الدولة وظيفتها زي ما انا قلت كمان، الوزارة والدولة وظيفتها هي ان تشتغل، ان تعمل في الحوكمة. اولا انها تحدد الاطر والقواعد بتاعت الشراكات، انها تشاجع على هذه الشراكات، فلازم كل شراكة يبقى وراها ايه؟ وراها دعم سياسي. لما وزير يروح يتكلم عن الاستراتيجية الخاصة بالدولة، وان ازاي الدولة هتدعم مثل هذه الاستراتيجية وهذه الشركات العاملة في اطار القانون، يبقى ده معناه ايه؟ معناها وفد يعني من شركات قطاع خاص، مش بس فكرة الدولة هي اللي بتعقد. يا فندم الدولة منظم وتضع الحوكمة وتضع الاطر التشريعية اللي بتساعد على التنميه، والمناخ اللي يساعد على التنميه. لا، ومالكها كمان المحمول الرابع. يا فندم يا فندم حضرتك برضو الشركه المصريه هي شركه منشاه على شركه مصريه للاتصالات، شركه منشاه على قانون 159، وهي شركه، الشركه دي فيها مساهمين، 20% من المساهمات، 20% من الناس الاشخاص الطبيعيين. الطبيعي يعني شركه مصريين يعني. يا فندم بنتكلم عنها اعتبار انها تملك محمول رابع بتاع، ما تملك ده احنا دي فلوسنا يعني. بص بص يواجه بقى الاخرين. بص هو حضرتك يجب برضه في اطار الحوكمه ان احنا يبقى عندنا نفرق ما بين شيئين، ما بين المساهمه في شركه
طب احنا مساهمين في شركة فودافون او شركة مصرية مساهمة في فودافون، هل فودافون ليها اي حاجات تفضيلية عن بعض باقي الشركات؟ لا، هو كل الحكاية ايه؟ ان الدولة يجب ان تحكم التنظيم والحوكمة، وهي ده الحقيقة اللي بنعمله في اطار الزيارة بتاعت الصين. ازاي يبقى في الدعم السياسي والاستراتيجية، نناقش الاستراتيجية الدولة في تصنيع الالكترونيات، استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الاستثماري والقطاع الخاص في التعاون مع الشركات. ازاي الدولة تبقى محفز؟ يعني ايه دولة محفز؟ احنا بنشتري، احنا دلوقتي داخلين في الجيل الرابع، طب عدد التليفونات المحمولة اللي بتشتغل في الجيل الرابع في مصر كام في المية؟ لا تتعدى 3%. طب 3% بس؟ طبعا يا فندم. طب ده بوتنشال او ده سوق كبير لشركات تيجي تفتح هنا، او محفز صحيح. ولا لا محفز ان الشركات تيجي تصنع هنا الموبايل بتاع الجيل الرابع عشان خاطر تبيعه هنا. 97% الفاضلين متشكرين. مش كده وبس، هواصل مع سيادة الوزير ياسر القاضي بعد الفصل. إذن عدنا إلى حوارنا مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مجددا برحب بحضرتك جدا. قلنا إحنا محور مهم فكرة المناطق التكنولوجية. السؤال هنا على الفلسفة برضو، إنه فلسفة هذه المناطق في ظل وجود قرى تكنولوجية في مصر، لعل القرية الذكية واحدة منها، قرى في المعادي أو قرية في المعادي مش مكتملة التشغيل، في طاقة للعمل فيها وموجودة وحاضرة رغم نجاحاتها ورغم انها حاجات مشرفة جدا بالتأكيد، ولابد ان احنا نفخر بيها يعني كعناوين للإنجاز في مصر، الا انها اذا كان هذه المناطق التكنولوجية يعني لم تبلغ يعني اقصى تشغيلها، كيف نفكر في مناطق اخرى؟ ده يبقى سؤال مطروح لسيادة الوزير للإجابة عليه. كلام جميل قوي. هو حضرتك الانطباع قدام الحقيقة. كويس. الحقيقة ان المنطقة التكنولوجية في المعادي نسبة الاشغال فيها 130%. يعني ايه 130%؟ يعني كل المباني مشغولة وعندنا 30% قد الموجودين بيدوروا لسه على مباني عشان خاطر يعملوها. فاحنا النهاردة بنطرح للمستثمرين مشغولة بكل الشركات، في شركات عالمية كبيرة، في شركة انتل، يعني ممكن اقول لحضرتك في شركة انتل، في شركة نوكيا، في شركة رايا، في شركة اكسيد، في شركات عالمية كبيرة جدا جدا، في فودافون. افندم امتى بدأ هذا الاقبال او التواجد جوه الاقبال؟ الحقيقة احنا مخلصين بقالنا حوالي 7 شهور مخلصين كل التسكين بتاع كل المباني. احنا النهارده كمان عندنا 30% يعني 30% من عدد الساكنين بيدوروا على مباني جديده. فاحنا بنعرض عليهم مباني زي المباني اللي موجوده في القريه الذكيه في بعض المباني. يعني المدينه التكنولوجيه المعادي التي لم تكن مكتمل او لم يكن حجم التشغيل فيها يعني كافيا اصبح 130% فعلا. 130% وهذا رقم احاسب عليه. انا ارقامي، انا مهندس، فالارقام الارقام دائما تتحدث. دي 130% ده انطباع غير صحيح عن المدينه التكنولوجيه الموجوده في المعادي. المدينه السمارت فيليج الابيض، لان الواقع تغير اكثر من انطباع غير صحيح، لانه لم يكن كذلك منذ فتره. ما كانش الواقع ما كانش كده، ما كانش كده فندم. فالواقع تغير، بس هناك اقبال ايجابي وهناك اقبال شديد يا فندم. اقبال شديد جدا على المناطق التكنولوجيه. المنطقه التكنولوجيه في المعادي ليه الاقبال عليها شديد؟ لانها في مكان مأهول، في المواصلات اليها مواصلات اسهل بكثير جدا من اماكن اخرى للعاملين والمشتغلين. طب والقريه الذكيه؟ القريه الذكيه كل المباني حضرتك، المباني معظمها كلها مشغول. ايه المباني اللي مش مشغوله؟ هي المباني المملوكه لانفستورز، الاشخاص. هؤلاء الاشخاص خدوا اراضي عملوها مباني علشان خاطر ينقلوا فيها شركتهم، فهم المسؤولين عن تسكينها، وهم بيعملوا الاستثمار او القرار الاستثماري. انما العائد وصل القريه بصرف النظر. العائد وصل القريه، والعوائد الحقيقه رجعت العوائد المدفوعه او الاستثمارات المدفوعه اكثر من مره. القريه التكنولوجيه او المنطقه السمارت فيليج اللي هي القريه الذكيه الحقيقه هي بتمثل علامه مهمة جدا 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 في مصر.
هذه العلامة هي مقصد كبير لكل ونفخر به جميعا لكل من يأتي إلى مصر لزيارة مصر. صحيح. العلامة دي مش بس المباني ولا الطرق ولا الخيال والله والتفكير حضرتك يعني احنا الموضوع. عندنا شركات عندنا شركة بدون ذكر أسماء، هذه الشركة اللي بتعمل الجزء بتاع الامبيدد سيستمز أو الجزء الخاص بالأوتو باركينج العربيات اللي هي الألماني والفرنسي اللي هو الركن الالكتروني اللي هو الركن حضرتك تقدر تطلع بره العربيه وتدي الامبيدد سيستم السيستم كله النظام كله بيتعمل جوه مصر. ده تاني اكبر سنتر موجود لهذه الشركه في على مستوى العالم. النهارده في 900 واحد وبيدوروا على 500 واحد زياده. التشغيل الصناعه بتاعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي بتركز بشكل أساسي على العقول والشباب. يعني هي صناعة العقول وصناعة الشباب، كلهم شباب، شباب الحقيقة شباب متفرد فيما يفعل فيما يعمل. هناك بعض الدول زي ألمانيا وزي فرنسا استقطبت الكثير من هؤلاء الشباب خطفتهم هو عشان خاطر يشتغلوا هناك. تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي قصة شباب من اللحظة الأولى. يعني دي الأجيال اللي هتعرف تتفاهم مع دي يعني مش موضوع للهرم للكهل للشيخ يعني. والله يا فندم والله يا فندم هو الصناعه هي صناعه شباب والتوظيف توظيف للشباب. خليني ارجع لحضرتك بقى للمناطق التكنولوجيه لان دي شيء مهم. هنكرر القريه الذكيه وقريه المعادي في المناطق دي. بص حضرتك بقى الموديل او النموذج نموذج مختلف. خليها بقى حضرتك مختلف. ده اطار الاطار الاستراتيجي او الاطار العام للمناطق التكنولوجيه هو في اطار متكامل للرؤيه بتاعتنا للمستقبل صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حضرتك احنا اتكلمنا عن صناعه الالكترونيات، اتكلمنا عن الشركات الصغيره والمتوسطه، بنتكلم عن الابتكار ورياده الاعمال، بنتكلم عن توفير فرص عمل للشباب، بنتكلم عن أماكن كتير قوي لشركات عالمية وخلافه. طيب نخلق لهم المكان ده، كل الناس كل المتخرجين من المحافظات بيضطروا أنهم يهاجروا إلى القاهرة عشان خاطر لإيجاد فرص عمل لأن ما عندهمش نفس الفرص. هلك دائما بننادي بالعدالة الاجتماعية لكن هناك عدالة في التنمية. العدالة في التنمية بتحتم علينا أن احنا نخلق الظروف المناسبة والمكان المناسب للشركات العالمية وللتصنيع وللابتكار في محافظات مصر علشان خاطر أولا نخلق فرص عمل، ثانيا نقلل من الهجرة من المحافظات إلى القاهرة. ممتاز. ويمكن الهجرة العكسية كمان، واحد من اسكندرية موجود في القاهرة لقى فرصة عمل أحسن في اسكندرية. فالوزير أسأل في نقطتين هنا. تفضل فضل. النقطة الأولانية، إيه الضمانة أنه المناطق التكنولوجية في الصعيد مثلا أو في غيره من الأماكن لا يلقى او لا تلقى نفس حظ المناطق الصناعيه اللي هو مهمله اللي هي مش ناجحه؟ ايه الضمانه هنا؟ في ضمانتين. الضمانه الاولى هو الواقع اللي احنا شايفينه ان المناطق التكنولوجيه في القاهره الحقيقه ناجحه جدا جدا بصرف النظر عن المناطق الصناعية. كمان التحديات اللي كانت بتواجه المناطق الصناعيه كانت تحديات مختلفه خالص عن اللي بتواجه المناطق التكنولوجيه. يعني التحديات اللي كانت بتواجه المناطق الصناعيه مثلا الكهرباء، ان ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه غاز، او الاسعار كان البيزنس موديل اللي اتعمل كان معمول على امكانات وعلى اسعار محدده، هذه الاسعار اتغيرت. النظام بتاع الشركات او المصانع تغير. الحقيقه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احنا عندنا هذه الانظمه انظمه ثابته، التحديات فيها تحديات متغيره، بس احنا كمان عندنا تحدي كبير في التشريعات. هنوصل للتشريعات بس انا عايز النقطه الثانيه في المناطق التكنولوجيه. ايه الضمان انه قوانين الاستثمار لا تعطل كل ما تسعى اليه من خطط؟ هي انت بتعمل منطقه تكنولوجيه مهمه وبتبنيها وتصرف عليها ملايين، وبعدين تقول تعالوا يا شركات بقى، فالشركات قانون الاستثمار يبقى عامل زي العائق امام اي انجاز، والمفاجأة بان احنا اصلا مناطق تكنولوجيه تنادي ولا يسمع نداءها احد. خليني اقول لحضرتك ان النموذج بتاع المناطق التكنولوجيه نموذج متفرد ويجب ان نتعامل معاه من حيث قانون الاستثمار
بشكل خاص. يعني احنا دلوقتي يجب في يجب هقول لحضرتك ان احنا بنعمل ايه بقى دلوقتي. ان احنا دلوقتي بدأنا المناقشات في مع الوزراء، مع وزيرة الاستثمار، مع في مجلس الوزراء، مع السيد رئيس الوزراء، في ان احنا ازاي نضع الخطط الخاصة بالمناطق التكنولوجية لتحفيز المواطنين كأنها مناطق حرة. احنا عايزين نعملها منطقة حرة خاصة. طب ده مشروع وزارة الاتصالات، انما لسه ما ترجمش ده. الحقيقة هناك مناقشة وهناك استجابة كبيرة جدا جدا وتفاهم، لانه المشروع ممكن يقف لو استخدمته قانون الاستثمار ده. طيب الاستثمار بقى المناطق دي الوزارة اللي دفع فلوسها، ولا انت جبت المستثمرين اللي عملوا المناطق التكنولوجيه او عملوا المشروعات دي؟ جميل. نوع من الاستثمار هي ذاتها يعني. جميل جدا. الدوله المفروض انها تعمل ايه؟ اولا تخلق المناخ وتبقى محفز للمستثمرين عشان خاطر يجوا. بدانا هذا في المرحله الاولى. ان الدوله هي المحفز، زي ما عملنا في المحفز في القريه الذكيه، محفز انها تبني بعض الاجزاء. ولان ايه؟ احنا عايزين نجيب ناس. لما نجيب ناس هتاجر. لما تاجر هتدفع فلوس. تقوم الشركه دي تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها IIR، او في عوائد من هذه الاستثمارات. اول ما الناس تشوف في عوائد من الاستثمارات يقول لك، يقول المستثمر ايه؟ انا عايز اخد. انا عايز اخد، يا اما اخد ارض، يا اما اخش بشير في الشركه. يقوم يبدا يخش بشير في الشركه. كمان هذه الشركه يعني سوف تطرح في البورصه. الوزاره اللي عامله ولا شركه القرى الذكيه؟ لا 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 لا, لا, لا حضرتك الزكية. حضرتك دي هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات انشات شركه. الشركه دي شركه للمناطق التكنولوجيه وللتنميه في وديد. وده الحقيقه دورها يعني الخزانه العامه، دورها الاساسي. لا، ليس لها اي علاقه بالخزانه العامه. ما لهاش علاقه بالخزانه خالص يا فندم. ولا علاقه بايه؟ لها علاقه بان العوائد اللي حضرتك هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، العوائد بتاعتها بتيجي منين؟ من الشركات العامله في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتنميه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الفلوس بتاعتها او البادجت بتاعتها، الموازنه بتاعتها، مش جايه من الموازنه العامه للدوله، وانما جايه من فلوس الهيئه دي. مش بتخش في الموازنه؟ لا يا فندم. لا يا فندم. طيب نروح بقى للتشريعات، لانه الموضوع كله وكاننا ازاء انتظار هذه التشريعات. تعال، احنا طبعا بنقدم في صور القرى الذكيه. احنا بدانا المناطق الذكيه، بدأناها من شهرين وعشر ايام. احنا ان شاء الله محدش يقدر يبني في شهرين طبعا، بس يعني المقرر في شهرين. حضرتك تقدر تشوف البنى اللي في شهرين قد ايه و10 ايام. وبنتوقع، مش بنتوقع، الجدول الزمني للانتهاء من القريتين التكنولوجيتين المرحله الاولى، 11 مبنى هنا و11 مبنى هنا، اخر واحده في برج العرب والثانيه في مدينه اسيوط الجديده. وهنبدا في نشرة في الثالثه، هتبقى في مدينه العاشر من رمضان تبع محافظه القليوبيه. فالاثنين اسيوط وبرج العرب امتى؟ 11 مبنى هنا و11 مبنى هنا. القريه الذكيه بعد ثلاث سنين كان عندها ثلاث مباني بس. احنا بنعمل 11 مبنى هنا و11 مبنى هنا. الجدول واثقين ان انتوا ال 11 دول هيجي لهم ناس عشان المعادي جالهم 130%. لا حضرتك مش واثقين. احنا دلوقتي عندنا عقود دلوقتي وخطابات من شركات عالميه وشركات محليه بالتواجد في المنطقتين. بنتكلم عن جديه في التعاقد، حوالي 60% هنا و60% هنا وال40% هنا. السنه الجايه نروح نزورها باذن الله. السنه دي يا فندم، مش السنه الجايه. وهي ممتلئه عامره. وهي ممتلئه السنه دي. يعني مباني؟ لا يا فندم، ممتلئه عامره. المباني هي مباني لا تساوي شيئا. المباني يعني جنه بلا ناس. هتبقى عامره السنه دي يعني؟ السنه دي احنا ماشيين بالتوازي. بس هي جنه بلا ناس ما تنداس، بس انا يعني ابقى راضي برضه. لا يا فندم، لا يا فندم، هتبقى جنه وفيها ناس، وسوف نسعد جميعا بهذه الجنه باذن الله. النقطه الاخيره، لان وقتنا الحقيقه احنا عدينا الحلقه، التشريعات. الى اي حد، ما احنا بنتكلم على قانون الجرائم الالكترونيه، بنتكلم على قانون تداول المعلومات، كل ده في سياق تكنولوجيا المعلومات. الى اي حد وزاره الاتصالات شريكه في هذا التشريع؟ والى اي حد التشريعات ميسره ومسهله لعملك كاستثمار للاتصالات؟ الاستثمار زي ما قلت، زي ما حضرتك ذكرت كده، احنا بنشتغل على الجزء بتاع الخاص بالمناطق التكنولوجيه عشان خاطر تبقى مناطق حره خاصه.
دي مهمة جدا جدا، وبنتكلم فيها مع السيدة وزيرة الاستثمار وفي مجلس الوزراء مع السيد رئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. أما الجزء الخاص بالتشريعات، فالتشريع الخاص بالجريمة الإلكترونية فكان هناك مناقشات، وانتهت المناقشات الحقيقة وتوصلنا إلى هذا إلى مشروع. المشروع مشروع مهم جدا، مشروع هيضع إطار للتعامل في مجال الجرائم الإلكترونية، لأن الحقيقة القانون الخاص بقانون العقوبات القديم لا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة. فالحقيقة احنا تم الاتفاق على شكل القانون وهيخش ان شاء الله في مجلس النواب لاخذ الثقة على هذا القانون، والقانون يبقى موجود. سيد الوزير، في كلام كتير داير في مجلس النواب على تشريعات مقيدة للفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، مجرمة لبعض الحاجات، مش ده يعوق فكرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويجعلك كدولة بعيدة جدا عن يعني شروط وقابلية الاستثمار بالنسبة لشركات أخرى، وتلاقيك وأنت بتعوق وسائل التواصل الاجتماعي، بتقف ضد فكرة التواصل عبر الإنترنت؟ حضرتك نحن دولة عريقة منفتحة نؤمن بالحريات. ده مش سلوجن ولا حاجة، نحن دولة عريقة محترمة تؤمن بالحريات. متأكد ان مجلس النواب يعتنق في كده؟ حضرتك يا فندم، حضرتك انا متأكد بما لا يحتمل اي شك. ليه بقى؟ لان انا الحقيقة تناقشت مع اعضاء كثيرين في مجلس النواب. كون ان بعض اعضاء مجلس النواب وهم ناس اعضاء محترمين جدا جدا، صحيح، يظهروا بعض خوفهم وبعض التحفظ على بعض التصرفات على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا حق أي مواطن. لكن القوانين اللي بتناقش في إطار مجلس النواب وفي إطار المناقشات لا يوجد أي نوع من أنواع التقييد على أي حريات ولا على أي وسائل من وسائل التعاملات، ولكن هناك الأطر التنظيمية زينا زي أي دولة متقدمة في العالم. لا، مش هبوظ شغلنا كوزارة الاتصالات خالص يا فندم. نحن على اتفاق دائم، يعني على اتفاق أكيد مع، لأن احنا شريك في القوانين وشريك الحقيقة مهم جدا في القوانين مع شركاء مهمين آخرين. المجتمع في لحظة تحفظ، في لحظة تزمت، في لحظة ضيق بالحرية ينتهي بأنه يفسد صناعة. لا يا فندم، هو احنا ما نقدرش نقول للناس لا تنفسوا عن ما في صدوركم، لكن نقدر نقول ايه، نفسوا عن ما في صدوركم وخلينا نتناقش. لما بنتناقش الحقيقة بنوصل الى اننا دولة عريقة محترمة تحترم الحريات ولا تمنع. المنع ليس موجودا في القوانين بتاعتنا. والله ربنا أنا أؤكد. لا لا لا، أنا أؤكد لحضرتك كده، لأن برضو حضرتك الانطباع، حضرتك يعني إحنا بنتناقش، مش معقولة كل واحد هتناقش في حاجة نقول ده بيقول كذا، عايزين نقفل الفيسبوك، مفيش حاجة. ده هو كل الحكاية إن الناس ساعات بتبقى متحفظة من تصرف حصل. فيا جماعة إحنا نعمل إيه؟ حماية للوطن. هو يعني الوازع وازع طيب وفي شك وطن، الوسيله ممكن تكون، لكن حضرتك لما نتناقش في الوسيله نتفق ان الدوله دوله محترمه عريقه بنحترم كل الحريات ده تصميم مهم من وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، لان القصه كلها في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نحترم كل وسائل التواصل الاجتماعي. اشكرك جدا يا فندم على هذا الحوار المهم، شاكر حضورك وتشريفك لينا، أشكركم.